أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يتعاطف من المسلمين مع الكفار فيما يحل بهم من كوارث أو محن، فهل هذا من موالاتهم؟ لا، مسألة المساعدات للمنكوبين والمحتاجين والإحسان إليهم إذا ما كان منهم عداء، يعني ما كان منهم بينهم وبين المسلمين معاهدات، تعامل جاري، فإذا حصل عليهم نكبة وصار فيهم حاجة وجوع يساعدوا في هذا، وهذا من التعامل الدنيوي، ما هو من التعامل الديني، هذا من الطعام الجائع وكسوة العاري، وربما يكون سببا من أسباب الدعوة إلى الله عز وجل والترغيب، وأن دين الإسلام دين الإحسان ودين الخير للبشرية، فلا مانع من هذا. نعم.